طول ما احنا في العالم السريع وحاجة بتسلم لحاجة وحاجة بتسلم لحاجة، تلاقي العمر ينقضي وما معرفتش يعني أتلذذ بالرب. ولذلك يجب أن تحرص بأي صورة من الصور إنك، متأسف في كلمة بين قوسين كده، تسرق وقت يبقى بتاعك أنت وربنا، وأنت بشطارتك بقى ساعة ساعتين نص يوم يوم في الأسبوع كيف زي ما يكون مناسب ليك. الوقت الواحد هيتلذذ ازاي؟ من الحاجات اللي بتعجبني بره لما بنروح كده ونحضر اجتماعات وبعدين يبقى فيه طعام يقدموه، يقعدوا ياكلوا في الطعام مثلا ساعتين او ثلاثه، احنا واخدين على مش كده برضو. وعشان كده الناس عندها في مصارينها حاجات كتيره انتوا عارفينها يعني. بره ممكن يتقدم اكل طبق واثنين وثلاثة وبين طبق والتاني نص ساعة، والناس بتتكلم كلنا يعني اللي يكونوا شافوا المواقف دي، ويقعد تاكل وتاخد وتدي والأكل ينزل براحته كده، والحاجات السخنة والحاجات السلطة ومش عارف ايه ويتهضم بشويش ويتلذذ بالأكل. حاجة كويسة يمكن من الناحية الصحية. الوقت، هل تعطي وقتا روحيا لله؟ هل بتحاول تقدم الوقت ده؟ وخد بالك حلاوة الوقت ما تبانش في نص ساعة، ما انت ممكن نقف نص ساعة كده تقف على ما تكمل الثلاثين دقيقة تلاقيك ما حسيتش بحاجة. في علوم الكيمياء في حاجة اسمها time of reaction، يعني نحط المادة دي على المادة دي يوم ياخدوا وقت في التفاعل عشان يجيب نتيجة يطلع منتج. فانت وربنا محتاج الوقت ده. وليا في دليل احب اقوله لك، ان لما جه يتكلم عن مزمور الاول اللي بنعتبره فاتحه المزامير، فقال لك طوبى للرجل، الرجل هنا اللي هو الانسان رجل او امراه، لكن جه يوصفه وصفه بالشجره، فيكون كالشجره المغروسه. خد بالك بقى الشجرة المغروسة دي خدت وقت قد ايه؟ يوه ده مغروسة بقى مدة جذورها، وبعدين ايه؟ اللاتي تعطي ثمرها في حينه، ده الشجرة بقى اتزرعت وخدت وقتها الكافي وابتدت تطلع ثمر. ده في شجر بيطلع ثمر بعد سنين بعد ما تحط البذرة، النخلة كده وشجرة المانجا كده. فتعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتثر، دايما خضرة وكل ما يصنع ينجح. رجع تاني لصورة الإنسان، الوقت، عنصر الوقت، بتقدم وقت قد إيه؟ من الضربات القاسية في هذا الزمان إن الأجهزة الجديدة دي بتاخد وقتنا، النت ياخد وقتنا، وشكوى كتير من الآباء والأمهات إن أولادهم بيتسرق وقتهم من خلال الجلوس قدام الشبكات دي وقدام مواقع التواصل الاجتماعي. كل الأمور عايزة تكون بحكمة، ما نقدرش نقول حاجات دي مش مهمة، حاجات مهمة ومفيدة، لكن المهم عنصر الوقت والتوازن بتاع الوقت. الأمر الوحيد الذي نشترك فيه جميع البشر هو الوقت. كل واحد فينا بياخد كل يوم 24 ساعة، كلنا زي بعض، ممكن نختلف في الشكل، في الصحة، في الصحة، في اللغة، في الإمكانيات، في القدرة، كل حاجة إلا الوقت. كلنا بناخد زي بعض، كل البشر بدون استثناء، حتى الطفل اللي مولود النهاردة برضو بياخد 24 ساعة. ولذلك الحكمة في كيفية استغلال الوقت وكيف يكون هناك وقت تتلذذ فيه مع الله.